كم جميل أن نقف على خط الحاضر، نرى المستقبل من بعيد نجماً يلمع في الأفق، ثم نلتفت للجهة الأخرى فندرك أن المسافة بعيدة كذلك، فضاء يفصل بيننا وبين ما كان إرث أجدادنا، ماضي البحرين وتاريخها الحديث. أما اليوم فبهم وعلى لسانهم ومن نافذة رسمتها أناملهم على جدار الأمس، نرى مشاهد من زمن جميل بالأبيض والأسود وما بينهما من طيف ألوان. كان لابد لأرض حملت بين طياتها شواهد لحضارات عمرها يتجاوز آلاف السنين أن تزهر ربيعاً قبل غيرها، وأن تجود بالخيرات، وأن يكون لها بين أهلها من يحرس إرثها الإنساني ويحفظه ليعيده على مسامعنا كأغنية خالدة. وكان لابد أيضا لهيئة البحرين للثقافة والآثار أن تدون ما قاله تاريخنا الشفهي ليظل بين أيدينا وأيديكم مدى العمر. ما أن تبدأ بالحديث حتى تتهافت الذكريات من كل مكان، وكأنها فراشات لمحت بقعة ضوء من بعيد، أو كما لو أنك فتحت كتاباً مزخرف الصفحات بألوان الزعفران ورائحة القهوة العربية المطعمة بالهيل. تحفظ الدكتورة دلال الشروق عن ظهر قلب حكايات غزلت في فرجان البحرين، وأحاديث دارت بين جدران بيتها القديم، حيث الحياة كلها تتلخص في لقاءات من تحب، في المشاركة أو فقط في تلك الدائرة التي نلتف بها حول مائدة. مطبخ البحريني من أغنى المطابخ في المنطقة، لنظرا لموقع البحرين الاستراتيجي في وسط الخليج ومرور كثير من الأقوام عليها، سواء اللي رايحين لبغداد أو البصرة أو اللي راجعين للهند أو اللي رايحين لعمان، هذه كلها أثروا فيها. طبعاً صحراء الدهناء كبيرة جداً عزلتنا عن الشام وعن المنطقة الغربية. أرجع وأقول نظراً لوجود البحرين في وسط الخليج وبين حضارات كبيرة، حضارة بابل والآشور، وفي الشرق ناحية الهند حضارة السند، إحنا أصحاب حضارة دلمون، فهذه ثلاث الحضارات الكبيرة وايد أثرت في الإنسان البحريني، أصبح عندنا نوع من التفرد، فصار عندنا شوية تخصص، فاستعملنا كل الأشياء الموجودة عندنا والأشياء الموجودة على الساحل السعودي مثلاً بالإحساء والقطيف، فصار عندنا تميز وأشكال عديدة نظراً لكثير من الأقوام اللي هاجرت وعاشت في البحرين. البحرين كونها جزيرة اللي قعد فيها يستوطنها يطلع ما يطلع الشيء وياه، يخليها موجود في البحرين. في خلطة البيت سمونها أو الخلطة الحلوة اللي هي بس النوت اليلون فلفل أسود، عندنا اللومي الأسود هذا ما كان موجود في البحرين، هلا أنه أمريكي ها مستحدث. اللومي طبعا أحسن نوع هو النوع الصحاري، بعد من الأشياء اللي من قديم زمان وما زالت مستمرة اللي هي الساقو. الساقو هذه شجرة ما تنبت عندنا بس في جنوب شرق آسيا، وهي نوع من الشجر اللي نشقون لحقها داخل هذه الحبيبات. البهارات البحرينية متأثر تأثر كبير بالبهارات الهندية، لأن مع الاستعمار البريطاني لما يابوا الطباخين الهنود وياهم يابوا معاهم كثير من البهارات اللي استحسنت، لقت استحسان وانتشرت. بالنسبة حق الفلفل، هالفلفل كان يوجد في البحرين سابقاً، يزرع ويجفف في الشمس وبعدين ينطحن، ينشفونه في السطوح وينطحن ويحطون عليه
يدقونه مع ثوم وحب هريس ويستعملونه كدقوس. الهيل كان وايد غالي، مو بكل من يقدر يشتري هيل. زعفران يعتبر من أغنى الأعشاب عطرية في العالم، أغنى وأغلى، وايد يتخلط كمنكه في كل أطباقنا، في القهوة، في الشربة، في العيش، في كل الأشياء نستعملها. وها نبتة جدا غالية، ومع ذلك يعني البحرين يصرفون على أكلهم. لا، على قد ما كان بسيط المطبخ البحريني، بس كان كل شيء له تخصصه. الحين صار عندنا الغاز والكهرباء. سابقا كان حطب الوقود، اللي هو الليحان، يجون هني في ذي المناطق. منطقة المرخ كان كلها زرعة اسمها المرخ، يستعملونها كوقود. أهل البداية كانوا يروحون ليه عند العسكري، نبات الكذكاذ والرمرام، كل هالنباتات الناشفة يستعملونها. كان في تعددية، جدر الأكل بروحه، جدر القهوة طبعاً أبداً ما ينطبخ فيه شيء، جدر اللي ينطبخ فيه الخبيث ما يتحمسون فيه بصل. الجدر طبعاً في التراث البحريني، كل جدور كانت من الصفر، ويسمونها صفرية لأن مادة الصفر المطلية بالخارصين. طبعاً مع دخول الجاليات الهندية والأجانب دخلوا لنا الستانلس ستيل والجدور الثانية. الصفرية اللي هي من النحاس الأحمر، مدهونة بمادة الخارصين، خصوصاً جدر الهريس يدهم مادة الخارصين، لأنها دي موجودة فيات مهنة الصفارين. يعني إحنا نروح سوق المنام نشوفهم يدهنونها عشان لاحق رمضان، عشان لما يستعملها ويطقون الهريسة ينقشر أو تخف المادة، فيريدون كل سنة يزيدون ذي مادة الخارصين، لأنه هو صفر من مادة الصفر، فالجدر اللي هالكبر سمونا صفرية. فكان يعني هالحرفيين يدورون قبل رمضان، صفار صفار يطلعون جدورهم، ينظف لهم برا خلي يلمع، ومن داخل يطلي. كان بعد في مادة، في واحد المجنة، المجنة يقول مجنة 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 كيام شيء، هم يعرفون، فمواعينهم مكسرة، يحط يص مع بياض بيض ولصق الصحون، لأنه ما كان في هذا الاستهلاك، ما كان في الصحون الزيادة عن كل بيت، فكان يعني ما يسخون الكابل انكسر أو القوري. القوري بعد يجنونه وتالي يحطون فوق سيم يربطونه عشان لما يحطون شو ما يتبطل، يسمونه مسيم. إذا كاب عود يسوونه شي مجنة ويخيطونه بحديد بعد كل ما يتفتش، لأن هذا كان وايد سعره غالي الكوب، فما ينقط. يمر واحد بعد يسمونه السنان، يسن لهم السكاكين، كان لعجلة عودة ويقعد ويسن كل السكاكين. فكل هالاستعدادات أو كل هالحرفيين كانوا يمرون على البيوت قبل رمضان، لأن الناس كانت تستعد حق رمضان سنوياً، يجددون أقراضهم ويجددون سكاكينهم. إحنا بلد نخل، كل شيء في النخلة، كل جزء منها استعمله الحرف البحريني، سواء حق بناء السفر، سواء القوافيد حق يسوي حق الشبك عشان تعوم الشبك، سواء الخوص اللي يسوي من البيوت، القصمول، كل جزء من النخلة. في عندنا الخوصيات، الخوصيات وايد مشهورة البحرين، من كثر يعني ما تفننوا فيه، جميع الخليجيين يجون يشترون من عندنا. سلة الروط، سلة المشبكة، الميس، في المورة، كل هذه أشياء كانت من الخصيات لحفظ الأشياء. مثلاً المنسف عندهم الميس يحطون فيه التمر، القلة نفس الشيء، الزبيل، السفرة، والسفرة هي نور البيت، يأكلون عليها ونخلص يغسلوها علقوها على الطوفة. بعد من الأشياء المواعين الفخار طبعاً الحب، والحب اللي حلى، والغرشة، الغرشة اللي هي الباق الصغير يشربون فيه الماء. وحالياً في دراسات قلنا الماء اللي في الفخار هو ماء حي، ما دخل في أنبوب ولا دخل في غرشة، وكل مكوناته حية. معروف عن البحرين طبعاً أشهر ناس تسوي ماء لقح إحنا البحرين، لذلك جميع الخليج يجون يشترون من عندنا. فالشربة الوحيد اللي كان يعني من قديم الزمان وتم واصل، اللي هو إضافة ماء اللقاح إلى الماء، أو إضافته إلى ماء مع زعفران وماء ورد ونسوي منه شربة. سابقاً ما كان في ولا إنسان يعيش في شقة، الكل يعيش يا في برستي يا كبر يا هالبيوت المبنية من الطين أو من الطوب. في السابق كان الأسطوح كلها مشتركة، إذا في عرس الفريج كله يدري، لأن العروس كانت يا في الحوش يا في السطح،
فكل اللي هذه يدرون كل الفريج. أهم قطعة في البيت البحريني كان الحوش، والحوش هو تتمثل فيه جميع الفعاليات، من دق الحب يعني من دق تفصيص. زرت بعض المناطق أقول لهم تنشفونا في السطح، قالت ما قد شفنا سطح، بيوتهم كانت بسيطة يم الساحل، فتقول كل شيء في الحوش كنا نسويه. أنا عشت في بيت تراثي كبير، كان الحوش محور كل شيء. جميع السيدات اللي راجعين من السوق، سواء من سوق الصاغة أو من سوق لولا أو من المخارقة، يمرون عند يدتي ويقعدون يعني ويتحكون عن اللي موجود في السوق، عن المواعين اللي طلعت آخر شيء، عن الصيغة إذا في صيغة جديدة نزلت. مثلا يقول اليوم السوق كلش ما في سمك، يقول السمك من البرد قرقف ومات، فاليوم ما حد شرى سمك. فتشوفين مثل الأخبار المحلية يعني. نفس الشيء ذي الحوش تكون مع سيدة البيت الكبيرة، يعني راعيات حكمة، اللي عندها مشكلة تساسرها تقول لها، اللي مثلا زوجها مغربلها تشتكي. الحوش كان مفتوح حق كل الجيران، اللي ناقصة هيل، اللي ناقصة نتفدهن. كان فيه تكافل اجتماعي شديد، بحيث أي إنسان عنده مشكلة ما يتعطل. يعني تشوفش على كثر كان فقر، الكل كان يساعده ويوقفون معه. عندنا وايد من المناسبات الحيابية معتقد، لأن ياتنا أقوام مثل الفينيقيين يو، وكان عندهم احتفال رأس السنة يقطون زرعة تيمنا للنماء، فإحنا أخذنا هذه وحورناها وسويناها أضحية لعيد الأضحى. مثلا لما في آشور كانوا يقطون البنت الجميلة، وفي الهند عندهم، فهذه كلها تجمعت. وإحنا يعني لما تيجي البحرين دائما ناخذ الاشياء المستحسنه ونحورها بما يناسب بيئتنا. البحرين عندها وايد مناسبات، مثل مناسبه النافله. النافله هي شيء مو يعني مو بفرض، هو ما تعملهم وليس فرضا عليك. اكثر الناس كانت التهاده، تكون لازم صحن ومغطى وعلى المكبه يعطون. طيب في رمضان ها يوميا، فالناس يحبون في المولد النبوي يسوون ايش يجسمونه. الناس يسوون بس في يوم النشر قبل العيد يوزعون، يسوون العقة ويوزعونها على المحتاجين. يعني كل واحد على قد حالته، في ناس يذبحون خروف واحد، وفي ناس لا اللي ما يسوون يذبحون 7-10، يعني في تنافس يعني. حتى يعني الكنة في البيت، أنا يوم الولد ذبحوا لي 7، أنت جايبة بنت ذبحوا لك 3. وما زال يعني أشوفها في بعض العائلات موجودة، هذه ما اختفت. أو يسوون الإجرة، الإجرة دائما يسوونه، يعني يأخذ كلمة الإجرة من الأجر، يعني عارفون أن هالبيت عنده عرس، عارفون أن ثاني يوم الغداء بيصير ببلاش. بس في الأيام العادية إذا واحد مثلا يبي لها فقع مثلا، يسمونها النقصة أو باكشونها طرش النقصة حق فلانة، حتى لو البيت شوية بعيد بعد يعني هالنقصة توصلهم. ما يأكلون شيء عن بعض، ما يعني كان في محبة غير معهودة، نظراً لبساطة المعيشة، فكان كل شيء فيه سعادة أو فيه كشتة يعني تعوضهم. في البحرين عندنا أي مناسبة تطلع عليها أغاني، غناء المحمود، يعني طبعاً الأول كانوا متدينين، بس في نوع من الغناء المحمود في القرقاعون، في الوداع. سابقاً كان القمح يزرع هني في الحنينية، أهل رفاع اللي حصدونه حملوا حب السلامة، حملوا ودوا المنامة، أو حتى اللي رايحين النبي صالح يسوون أغنية على النبي صالح، مثلاً حق النون، نون نون طلعت حق ولدنا سنون، لا تلهيكم الشفاقة عن قولة لا إله إلا الله، الياهل اللي ما يمشي حطونا في قفة يدورون فيه، يقول عطوا المحرق الله شيء حتى ييكم يمشي، في دية الباكورة وثوبة حمر يختار شيء، عطوا حبة ريش حتى ينقز في العريش. يعني المصطلحات كلها الموجودة عندنا في الألغاز، في أغاني المرادة، كثير من المصطلحات موجودة في هذه الأغاني والأهازيج. أدوات الزينة جداً بسيطة، كانت كحلة وديرم فقط لا غير. يعني يمكن في الخمسينيات لما نزل البودر هلا قاموا يسمونه حمور بيوض، كان الجمال في شعر معتشف، شعر ملموم. زينة المرأة في البحرين إذا عندها ترشية تخشها بس في المناسبة في الأعراس، لكن على طول لازم تلاقي عليها ترشية صغيرة مضاعدها ما تخشهم، على طول عليها، ودائما يشترونهم شوية ضيقين عشان لما تسحب الماي من الجليب ما يطيحون. اليهال يلبسوهم 3-4 لأن يخافون يضيعونه. طبعا العائلات الميسورة عندهم النقاليس الكبيرة، الفتاخ، هذا يطلع بس حق يوم المرأة اللي بتروح ترقص مرادة أو بتروح عرس تلبسه. طبعا المقمش، السمتي،
المزنط، المشلح، هكلا العائلات الميسورة. العائلات الفقيرة تكتفي بسلسل يسمونه قلب أو يكتفون بمضعر وخاتم. التركية كان لازم يحطونها، عندهم اعتقاد أن ما تلبس التركية تنسد أذونها وما تصير حلوة. ليش؟ لأن أول واحدة لبست التركية هاجر زوجة النبي إبراهيم، فهم يشوفونه يعني أنه شيء قديم وشيء مستحسن. بالنسبة حق الثياب، الثياب كان يعني بعد عندهم ثوب الأبيض، نفنوف الويل، الشملول الويل، نظراً لأن كان ديرة حارة طبعاً ما في إيسية، فكلها فضفاضة وواسعة ومن نوع القطن الويل الخفيف. بالتالي تبدل المرأة تلبس ثوب عادي مشير، هذه المرأة متزوجة حق العصر أو بعد الغداء أو من الغداء للعصر. طبعاً في الليل عندهم بعد فستان خفيف يسمونه جبلة، يعني صدر وذيل، ما في أي موديلات حق النوم. عندهم طبعاً في الثياب في المفحح والميرح، إحنا عندنا غنى في الأزياء حق طلعت برا، حق مرادة، في الثوب الصروال البادلة، في الدراعة أم كتف، دراعة البادلة، عدة أنواع. قديماً قالوا المرأة مسمار البيت، يعني إذا انجلع المسمار تخلخل البيت، لأن كان مجتمع قوس، فكل الرجال تطلع، يعني قليل اللي يبقون أصحاب الحرف البسيطة اللي يتمون، فهي اللي عليها تربية الأولاد، اللي عليها تأكل عيالها لمدة 6 أشهر تقريباً، الرجل غير موجود. تشتري الحلوى، يعني تسوي منه مثلاً قدوع، تسوي منه تلوته في خبز تعطيهم إياه كوجبة. المناطق القرى الداخلية لا، يعني بعد ما قعدت المرأة تروح تساعد الريال في الحقل، تلقط العنقيش وتكسره وتطلع اللوز تبيعه على أهل الحلوى، يبيعون البيض، تربي دياي، يبيعون دياي. في كان في الجابور سوق الأثنين، وفي المنامة سوق الأربعة، وفي منطقة الخميس سوق الخميس، ها كله يجون النسوان ويبيعون بضاعتهم. وايد مهن كانت تمتهنها المرأة، في واحدة شغلها بس تاخذ جفير وتمر على البيوت تاخذ منهم الفلوس تشتري لهم يدامهم، في واحدة لا تخيط شفافة، في واحدة تروح تسوي كورر، تشتغل مراخة اللي هي مات مساج، تشتغل مات قري، يعني في التطبيب، في التوليد. كثير منهم يشتغلون في جلب المياه من الآبار الحلوة، كثير منهم يروحون يصطادون السمك، في ناس تصيد السمك من تلقطة من الحضرة وتروح تبيعه. حتى اللي مو بصيادة، يعني اللي ساكنين في المناطق الساحلية، يقطون نوع من السم ويطفح السمك وتلقطه تسوي غدا عيالها. إذا ما عندها غدا وكان في مطر وأشياء من هالنوع يسمونها غدا الغرفة، كلها في قراش، في ماش، في ربيان يابس، في سمك يابس، يسوون منه الأكل يعني على البساطة. أو حتى صالونة يسمونها صالونة هواء بالخضرة اللي موجودة عندها، وإذا ما عندها بس صالونة وحطها حق عيالها. وبعد في ناس عقب ما يخلص الصالونة باقي العيش يحطونه ويلفونه كذي ويكببونه ويقلونه حق العشاء. فكان في تصرف عشان يصير عندهم اكتفاء ذاتي، يقدرون يعيشون بالموجود. فهاي دور المرأة كان وايد دور رئيسي ولا أحد يقدر ينكره. مع صغر الرقعة الجغرافية للبحرين، لأن فيها تنوع، مدينة المحرة كانت مفصولة قبل يصير الجسر. لما تطلعين هني نواحي القرى الداخلية، هذه ما يعني ما عندهم سمك طول الوقت، عندهم بس أسماك جافة أو ربيون. فتقول أنا أسوي مدفن وأحط معه، لأن عندها بيض وايد، عندها دواجن، فتخلطها مع بيض منتف فتزيد دامها. فهذا في المنام ما يسوونه لأن ما عندهم بيض وايد. في القرى لأن مزرعة عودة والدياي يسرح، فعندهم كمية كبيرة من البيض، فيسوون عليه أطباق، يسوون مصلي على بيض، يسوون صالونة بيض، عشان كذي يصير فيه نوع من التنوع. المحرق ما دخلت عليها أطباق وايدة لأن سكنتها كلها قبائل عربية ويصهرون اللي يدخل لهم. لما يو جماعة مثلاً من العرب المتحولين يو قعدوا سكنوا في خانات، لأن في الخان ما عندهم شيء يسوون، فعندهم بيض سووا الخان فروش، هم جايبين هالطريقة معهم من هناك. بس ليش سموا خان فروش؟ خان فروش، فروش يعني بيع، يعني بيع البيت، هم ميد يعني. نفس الشيء سمبوسة الحلوة، قرص الشيخ، النشاب، كل عائلة واحدة امتهنتها وعائلة واحدة اللي بدتها في البحرين، كانوا جايين من السواحل الفارسية وابتدوا هني، ولذلك ما زال المحرق متميزين فيه عن أهل المنامة. أهل المنامة لأن يومنا هنود، فيانا شيء اسمه كجي كجور، فإحنا كان في الشوارع المنامة دور واحد عنده صينية يقول كجي كجور، يعني فأهل المحرق ما كان عندهم،
لان عندنا هنود، فكان له سوق عندنا، عشان شي في تباين. طاح لما صار الجسر والاوانم تروح كل دقيقه، الشوطره يا والمنامه والحلوشي راح حول المحرك، فصار في تبادل في الاشياء الحلوه. المطبخ البحريني كان فيه بعد اطباق جانبيه، مثلا السمبوسه، ولو ان الناس وايد عزبوا لهم السمبوسه هنديه، السمبوسه اصلها من العصر العباسي، عربيه اسمها سمبوسك، انتقلت مع الطباخين الخراسانيين الى المغل، المغل ردوا نزلوها لنا باسم سمبوسه. شباب الربيان، لان كان عندنا وايد ربيان، وطحين ايش كانوا يطحنونه عشان يدخلونه في الكفتات وعشان يدخلونه في المحلبيات. الكفته البحرينيه فهي لحم يدقونه في الهاون ويا نخيل مفلق، ها وردتنا من الهند يسمونه تشكمبر. عندنا ذي اسمها ام بريد، ها طول السنه يسوونها. ليش سموها ام بريد؟ لان كانوا ياكلونها الصبح تبرد على اليوف، وفي الشتاء ياكلونها مع تمر، وفي الصيف ياكلونها مع رطب، وما زال الناس تسويها وتستسيقها ويحبون اكلتها. بعد اللي هو حبوب الثيل، هني في البحرين محليا يسمونه بريهو، وناس يسمونه الخواجة إبراهيم، وحينها صار يعني في العالم كله من الحضارة الأزيتكية، ها كان الشربت الوحيد الموجود في المطبخ البحريني، وبعدين دخل عليه الفيمتو وشربت اللومي. هو الحواج كل اللي عنده ناخذه ونفوحه ونسوي منه شربت، مثل شربت الزعتر، هذا حق الشتاء يعني، الينزبيل، الدارسين، اللومي الأسود، ها كلها مشروبات ساخنة. بالنسبة حق الفيمتو نقدر نعتبره من التراث، لأنه دخل الفيمتو في الجزيرة العربية سنة 1922. أي منتج يدخل في بلد ويستحسنونه أهل البلد ويصير له 50 سنة يصير جزء من تراثهم. هذا إحنا لأنه في المدينة وايد عندنا وافدين، يعني في مدينة المنامة، يعني أنا من الخمسينات كنت أشوف محلات الشربت، فالناس عادي تمشي في السوق وطلبون شربت يشربونه، يعني مع ظهور مصانع الثلج ووفروا لهم الثلج فيبيعونه بارد. فمن أشهر الناس في البحرين اللي يبيعون شربت، شربت لومي واحد اسمه السيد في سوق المنامة عقباب البحرين، أو شربت بن حماد كان يسوي شربت أناناس في شارع الشيخ عبد الله، أو واحد اسمه فريد هو باكستاني أصلا يسوي شربت الورد ورا البلدية القديمة بعد داخل ها كله داخل سوق البحرين. لما جاءت البعثة الشامية للتدريس في البحرين دخلت علينا أشياء جديدة، يعني الزيتون ترى كان ما كان موجود عندنا، ففتح محل يبيع أشياء مستوردة من الشام. فتح أول مطعم شامي في البحرين هنا سينما أول اسمه سامي، فتحه في سنة 55 تقريبا، فبدأ يدخل علينا الحمص والفول والطعمية. التراث البحريني تراث معروف وغني جدا جدا في المنطقة، يعني إذا الناس في المطابخ الخليجية الثانية عندهم محمر واحد، إحنا عندنا 5 أنواع من المحمر. عندنا محمر شكر فلو، محمر شكر فلو هو محمر أبيض، هو رز وسكر معمول بالطريقة العادية بس في شكر مكان الملح، ونحط عليه ماي ورد وزعفران، يأكل مع العيش والسمك، بس أكثر شيء يأكلونه مع اللحم المشوي أو مع صالونة لحم. محمر مع دقوق الربيان، هنا عندنا محمر اللي نسوي كاراملايزد حق الطبق ونحط عليه سمك مالح ومكبوس محمر. كاجي كاجور هو ورد لنا من الهند، كاجي يعني خاجي اللي هو القاضي، كاجور يعني بلحة القاضي، مثل ما نقول احنا لقمة القاضي عن القيموت، نفس الشيء هالكاجي كاجور، وهي عبارة عن عينة ندهنها نلثها نقطعها، تالي كل قطعة يعني نسوي لها رول وتصير بهالطول وتنقلي. الرنجينة اللي هي طبق بها بحريني، بس الظهر أول ناس سووه الليين اللي هو اللي من السواح الفارسية، فكانوا لأن لونه بني فما يفرق عن الخبيث، فشنو كانوا يحطون بسرة البسر واحدة حمراء واحدة صفراء عشان يصير ملون، فسموه رنجينة يعني طبق الرطب الملون. قرص الطابي اللي هو مثل البانكيك بس بالطريقة البحرينية، ويدخل فيه التمر، مثل ما قلت التمر يدخل فيه معظم أكلنا، وهذه الحلويات البحرينية البسيطة. المجتمع البحريني كان عنده اتيكيت بالفطرة، كان الناس تزورون طول الوقت بس الظهر لمكانه أو القايلة، من يصير وقت الغداء كل واحد في بيته لأذان العصر ما حد يدخل على حد، ها
هذه خصوصية الناس ترتاح، ناس ترقد فيها، يعني هذا من حين احنا صغار لما تحطينها ليش أول قولي بسم الله الرحمن الرحيم لا الشيطان يأكل وياك. في الأولين كانوا يحطون الصينية والكل يأكل منها، فلازم ما حد يأكل من صوب غيره ولا حد ينط على مثلا رأس القنشة. يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال يا غلام سم الله، يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم، وكل بيمينك وكل مما يليك. علمونا يعني، وإحنا لما كبرنا قمنا نعلم عيالنا ما تتلفظون بكلمة ما عجبني أو ما أحبه، هذه كلش غلط على السفرة. أحيانا يوم كبرنا وشفنا الاتيكيت ورحنا ندرسه أو نحاضر عن الاتيكيت اكتشفنا أنها من يوم إحنا صغار نعرفه، بس أحيانا حطوه بأساليب متمدنة شوي. من اتيكيتنا بعد أن صاحب الدعوة هو اللي بدي في يقول تفضل أو سمه، ولا ما حد يأكل ما حد يمد يده. ها في الاتيكيت الأوروبي أن صاحبة الدعوة أو صاحب الدعوة ينفض الفوطة يحطها على ويقول ابتدوا. هذا عندنا إحنا من قبل نسووا يعني نسموا على الأكل. عندنا من الأشياء الحلوة في البحرين أنه أول ما يدخل الضيف يضيف بقهوة، ولين بيطلع طبعا قهوة، عقب أوتوماتيكلي بيجي البخور. إحنا في البحرين عندنا لما نقول الضيف يلا أنا بقوم ما بعد العود يقعود، إحنا الوحيدين اللي نقول من تبخر بعودنا ما ملك عودنا. كثرت في الآونة الأخيرة المطاعم اللي تقدم أطباق بحرينية، في ناس قاعدة تعيب عليهم، أنا بالعكس أنا متمسكة وبشدة للمحافظة على تراثنا على أطباقنا. كان شويونا ياتي فترة إنه ما يطلع برا، ما كان في مطاعم تقدم. الحين الحمد لله مع هالطفرة الجديدة مع كل الكوفي شوبز والأشياء اللي قامت تقدم أطباق بحرينية، المطبخ البحريني موجود وبشدة وبيتطور أكثر وأكثر، وبتطلع حتى الأشياء اللي ما كانوا يسوونها في الستينات والسبعينات اختفت أحب ترجع. تراثنا إن شاء الله بيكون موجود، ليش؟ لأنه غني ولا أساس، أي شيء لا أصل ما يختفي.